من عكار إلى الجبل شارك اللبنانيون بماراثونات حملت أسماء عديدة وهدف واحد هو إعادة إحياء السياحة في لبنان. ففي رشية أطلقت جمعية ماراثون رشية سباقها السنوي من ساحة بلدية رشية مرورا بالسوق الأثري، وشارك فيه المئات من المتبارين بحضور الوزير السابق عبد الرحيم مراد. نأمل أن تنتقل مثل هذه الأجواء لسياسيين ليتحلوا بالروح الرياضية ويصلوا لحلول جذرية وحاسمة لما يتعلق بالأوضاع السياسية وبقانون انتخاب جديد. وفي الشارع العريض في منطقة حلبة في عكار ركض المئات من العكاريين تحت عنوان نركض في عكار من أجل الجامعة والمطار. منهني القيمين على هالنشاط، وطبعا نحن ما فينا إلا بدنا نكون داعمين لكل النشاطات اللي بتحط عكار إن كان على الخارطة الرياضية وإن كان على الخارطة السياحية وفي موسمه السابع في الجبل انطلق الماراثون من ساحة بلدة كفر نبرخ إلى ساحة دير القمر على مسافة 7 كيلومترات بمشاركة مئات العدائين من مختلف الأعمار والفئات، وكان اللافت حضور الفنان أمير يزبك. بدي نوه بهالقضاء النموذجية كفر نبرخ، بلدية كفر نبرخ رئيسا وأعضاءا والشرطة، نهار رائع، وبلدية دير القمر يعطيكم ألف عافية، شوفوا العالم، شوفوا الحشود، شوفوا الناس الحلوين، شيء كتير رائع. واختتم الماراثون باحتفال في ساحة دير القمر تخلله حلقات فنية وتوزيع الميداليات والجوائز على الفائزين.